بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك نحن
وجاءت سيارة
استبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا لَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ
Ooh.
الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي
لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا
ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إن فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأول
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وأخيه إذ
وجاء بكم من الإثم
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. أَفَأَمِنُوا وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. أفلا تعقلون؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا سنا عن القوم المجرمين.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى وتفصيل كل شيء